يكتشف علماء الآثار العديد من الاكتشافات خلال مسيرتهم المهنية، لكن معظم تلك الاكتشافات تكون عادية بالنسبة لهم، وعدد قليل منها فقط يثير دهشتهم. في هذه الحلقة سنعرض لكم مجموعة من أشهر الاكتشافات الأثرية التي أثارت دهشة العلماء. إذا تابع الفيديو إلى النهاية، وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. من بين المناطق الأثرية المختلفة في مصر، فإن الأقصر هي المنطقة التي لا يتوقع الباحثون العثور على مدينة مفقودة فيها، والسبب هو أن الأقصر تم حفرها بالكامل تقريبا من طرف الباحثين على مدار السنين، كما أن المنطقة يزورها ملايين السياح سنويا. ورغم ذلك فإن مجموعة من الباحثين نجحوا في اكتشاف شيء لم يلاحظ أحد وجوده من قبل. حدث ذلك عام 2021، حين أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانا تؤكد فيه العثور على مدينة أثرية جديدة في الأقصر، وهي المدينة التي يؤكد المؤرخون أنها كانت مدفونة تحت الرمال منذ آلاف السنين، كما أن تلك المدينة ربما كانت أكبر مستوطنة عاش فيها البشر خلال تلك الفترة. يؤكد الباحثون أن المدينة من تأسيس إمنحتب الثالث الذي زار المنطقة منذ حوالي 3400 عام. كما يرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يمكن أن يكون أهم اكتشاف أثري في مصر بعد فتح هاورد كارتر لمقبرة توت عنخ آمون. الجدير بالذكر أيضاً هو أن الباحثين قد عثروا في الموقع الجديد على العديد من الآثار القديمة، وذلك يشمل الأفران، أدوات النسيج، الأختام الطينية، تمائم خنفساء الجعران، والعديد من الخواتم. ومن المتوقع حسب الباحثين أن يتم قريباً العثور على بعض المقابر في المنطقة. لغاية اليوم لا يستطيع العلماء تحديد العلاقة ما بين البشر والإنسان البدائي المعروف باسم نياندرتال، لكن العلماء يتعلمون المزيد كل يوم بفضل الاكتشافات المختلفة، ومن بينها اكتشاف تم العثور عليه في إحدى الكهوف في بلغاريا عام 2020. عثر الباحثون على بقايا بشرية عمرها 46 ألف عام، وحسب الخبراء فإن تلك البقايا تعود لأوائل البشر الذين عاشوا في أوروبا. جيناتهم متطابقة تماماً مع جينات البشر الذين يعيشون اليوم في شرق آسيا، والأكثر إثارة للاهتمام هو أنهم يتشاركون بعض الجينات مع إنسان نياندرتال أيضاً. وعلى الرغم من أن العلماء في السابق كانوا واثقين بأن عدداً قليلاً فقط من الأشخاص يمكن أن يكون لديهم هذا التنوع الجيني بسبب التزاوج الذي حدث بين مختلف السلالات البشرية قديماً، إلا أن الواقع يخبرنا بأن هذا التنوع الجيني أكثر شيوعاً مما يعتقد العلماء. وقد يكون هذا الاكتشاف طرف خيط لفهم طريقة اختفاء الإنسان البدائي وبقاء بقية السلالات البشرية. إيطاليكا هي أول مدينة أسستها الإمبراطورية الرومانية على الأراضي الإسبانية، واحدة من أهم المدن الأثرية اليوم. أعاد العلماء اكتشاف المدينة الرومانية القديمة خلال القرن السابع عشر، لكن الحكومة الإسبانية لم تصنفها ضمن التراث الوطني إلا بحلول عام 1912. أما تأسيس المدينة فيعود لعام 206 قبل الميلاد من قبل الجنرال بابليوس كورنيليوس كيبيو أفريكانوس المعروف بانتصاره على حنبعل في معركة زاما. تم تشييد المدينة لتكون مقر إقامة دائم للمحاربين خلال الحرب، وسافر إليها الكثير من الرومان للاستقرار فيها بعد ذلك. وهناك ولد الإمبراطور تراجان خلال القرن الأول وخليفته هادريان أيضا، لكن المدينة أصبحت مهجورة خلال فترة الحكم الإسلامي ولم يتم تشييد أي مبان إضافية فوقها، ولذلك فإنها بقيت بحالة ممتازة تسمح للباحثين بدراستها وتسمح للسياح بالاستمتاع بتصميمها المذهل. كان أسلافنا القدامى قادرين على إدارة الموارد المائية بطريقة مثيرة للإعجاب، وذلك ما يثبته نظام القنوات المائية الذي يتم اكتشافه مؤخرا في بروجرد بإيران. هذا النظام هو جزء من إحدى القلاع القديمة، وقد تم العثور عليه أثناء أشغال بناء في المنطقة.
من المستحيل تحديد عمر هذا النظام بدقة، لكنه قديم لدرجة أن بعض القنوات مصنوعة من الفخار. أما تاريخ المنطقة فيخبرنا بأن بروجرد كانت في يوم من الأيام مدينة شديدة التحصين، محاطة بما يقارب 60 برجا لحمايتها، كما ضمت المدينة بالداخل العديد من القلاع. وربما كانت القلعة التي ينتمي لها نظام قنوات المياه الذي تم العثور عليه قلعة ملكية، ولذلك بذل المهندسون كل ما بوسعهم ليكون نظام قنوات المياه المتصل بالقلعة مثاليا جدا. والآن يجد علماء الآثار أنفسهم أمام خيارين: إما اقتلاع تلك الأنابيب من مكانها لدراستها، أو إجراء دراسات عليها، أثناء تواجدها في أعماق الأرض. ولحد الآن لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن. إذا كنت ترغب بمشاهدة دليل على أن الإنسان عاش في أوروبا قبل آلاف السنين، فعليك زيارة كهوف شوفيه في بونت دارك بفرنسا. هذه الكهوف واحدة من أهم المواقع الأثرية في العالم حين يتعلق الأمر بدراسة الإنسان البدائي. تحتوي الكهوف على العديد من اللوحات الفنية القديمة التي لا يمكن العثور على مثيل لها في أي مكان آخر. استعمل البشر في ذلك الوقت الجدران الداخلية لرسم كل ما يرونه في حياتهم اليومية، وأحد أشهر اللوحات الفنية هناك لوحة معروفة بجدارية الأسد. في تلك الكهوف تم أيضا العثور على بقايا بشرية، وحسب التأريخ بالكربون المشع فإن تلك البقايا يصل عمرها إلى حوالي 39 ألف سنة. صحيح أن الإنسان في ذلك الوقت كان بدائيا جدا، لكنه تعلم الكثير من المهارات ومن بينها الرسم. والآن سنتحدث عن بعض الصخور التي تشبه الحيوانات، والتي يمكن أن نعثر عليها في تلال بيرو بالقرب من منطقة أثرية معروفة لدى العلماء، وهي منطقة خطوط نازكا. تحتوي تلك التلال على العديد من الصخور غريبة الشكل، ومن بينها صخرة على شكل رأس نسر الكوندور. وحسب العلماء فإن الصخرة تم نحتها قبل حوالي 5000 عام، أي في نفس الوقت الذي بنى فيه الفراعنة الأهرامات. وعلى الرغم من أن أصل تلك الصخور يبقى غامضاً، إلا أن النظرية الأكثر شيوعاً تقول بأن سكان المنطقة قديماً حاولوا نحت الصخور لتجسيد الحيوانات التي عاشت في المنطقة، أو ربما تكون تلك الصخور تمثيلاً للأبراج الفلكية التي عرفها البشر قديماً. وهذه النظرية مدعومة بحقيقة أن العين في صخرة رأس نسر الكوندور متطابقة تماماً مع اتجاه شروق الشمس خلال موسم الصيف. أما بعض الباحثين فيرون بأن تلك الصخور عادية جداً، وأن البعض يرونها على شكل حيوانات بسبب وهم بصري لا أكثر. هناك قول مأثور في بلدة ألوفيل بالفوسي الفرنسية، يقول السكان المحليون أن كنيسة البلوط أقدم من فرنسا نفسها. قد يبدو ذلك غير صحيح، لكن العلماء يؤكدون صحته. ما ترونه الآن هو جذع شجرة سميك تم تحويله إلى كنيسة صغيرة محاطة بدرج حلزوني من الخارج. هذه الشجرة هي الأقدم في البلاد، لكن عمرها الدقيق ما زال محل جدل. الأكيد أن الشجرة كانت موجودة في وقت نابليون، وكانت موجودة أثناء الثورة الفرنسية، وكانت موجودة أيضا قبل عهد الملك لويس 14. يقول البعض أنها أقدم من ذلك بكثير، وأنها كانت موجودة في زمن الملك شارلمان والملك ويليام الفاتح عام 1035 للميلاد. أما العلماء فيحددون عمر الشجرة بحوالي 800 ألف عام. والجدير بالذكر أيضا هو أن الشجرة لم تتوقف عن النمو حتى بعد أن ضربها البرق خلال القرن 19 وأدى لاشتعالها. وعلى الرغم من مظهرها الغريب، إلا أن ملامح الحياة ما زالت بادية عليها. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر، يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.